ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أحالت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سيدي قاسم على أنظار النيابة العامة المختصة أمسين الجمعة شخصا راشدا وثلاثة قاصرين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في عملية سرقة بالكسر استهدفت منزلا مملوكا لأحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ نالها اليوم السبت بأن مصالح الأمن بمدينة سيدي قاسم كانت قد توصلت بإشعار من أحد المواطنين في ليلة 31 دجنبر المنصرم مفاده اكتشاف الباب الخارجي لمسكن جاره المقيم بالخارج مشرعا في ساعة متأخرة من الليل، وهو ما استدعى إخطار المالك وإجراء المعاينات المكانية والخبرات التقنية الضرورية. وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث المنجزة أسفرت عن استجلاء حقيقة نازلة، حيث تم توقيف أربعة من المتورطين الرئيسيين من بينهم ثلاثة قاصرين والذين تم تقديم هم أمام العدالة، بينما تم توقيف مشتبه في خامس لا يزال يخضع لتدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث المتواصلة في هذه القضية. وذكر البلاغ بأن هذه السرقة كانت موضوع شريط فيديو متداول على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة تتضمن تصريحات لمالك المنزل، وهي القضية التي تؤكد مصالح الأمن الوطني أنها أوقفت جميع المشتبه بهم الرئيسيين فيها، وذلك في انتظار ضبط باقي المتورطين في اقتناء وإخفاء المتحصلات والعائدات الإجرامية. احتمر الدوات حيدهم وهذا حق ولا لا؟ التلفزيونات داو الحوايج تاع الكوزينة بالفرارن بالماشينة لافي بالكافتيير داكشي اللي كنجيب من الكتريك كله مشى. حاربوا ليا الخيوط هنايا، شوفوا يديروا يهرسوا الجليج ويحرقوا. واش هذه دار ولا زبالة؟ واش حنا درنا فيها عرق كتافنا وخدمة حياتنا كاملة باش نعيشوا هانيين ولا باش نعيشوا في الهم ونعيشوا في الخوف؟ نعيشوا في الخوف في دارنا، انت في دارك وانت خايف، ما تقدر تنعس في خاطرك، ما تقدر تخرج في خاطرك. واش هذا مدينة وبلاد وكاين شي امن؟ فين هو الامن؟ نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.